احتجاجات يناير الماضي التي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 20 شخصا لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، ولا يرغب أهالي الضحايا في تقديم اتهام، ليس خوفا من الحكومة بل خوفا من سطوة العصابات المسلحة التي حاولت افتعال حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وذلك بحسب ما قاله لي أحد ضباط عمليات القوات الخاصة والمعروفة باسم الفايس، وهي المتهم الأول في مقتل المتظاهرين في وسائل التواصل الاجتماعي. أنشئت شرطة العمليات الخاصة الفياس منذ 3 سنوات لمكافحة الجريمة المسلحة في كاراكاس، أكثر مدن العالم التي تقع فيها جرائم قتل. كل عام ما يزيد على 30,000 جريمة بسبب العصابات المسلحة المسيطرة على هذه المناطق، والتي لديها أسلحة وأفراد تفوق قدرات الشرطة ولا يضاهيها إلا الجيش، لذا تسند لنا عمليات الاعتقال في مثل هذه المناطق. لا تستطيع قوات الشرطة المحلية أن تجرؤ على دخول هذه المنطقة بسبب ضعف قدراتها التسليحية أمام الأسلحة التي تملأ هذه المنازل. رغم ذلك نجحت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في دعم هذه القوات بعد نجاحها في تقليص معدل جرائم القتل، وهي الأكثر في العالم، كما نجحت في كسر سطوة العصابات المسلحة على السكان غير مهامها الأخرى في جميع أنحاء فنزويلا. ونحن في خطر هنا، ولهذا سيتم سحب العملية حتى لا نتعرض للخطر لوجود عدد من القناصة في الأعالي بعد المعلومات التي وصلت إليه. سنعود مرة أخرى لما كنا عليه. باتت قوات الفايس تعاني من خطورة تنفيذ مهمتها الوطنية في مكافحة الجريمة المسلحة، وفي ذات الوقت من عمليات التدخل لوقف أي شغب من الانتشار في مدن فنزويلا. عمرو منيري، قناة الغد، كاراكاس.